وحول العلاقات السياسية بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام، يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة السفيرة فاطمة عبد الله الضاعن، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية. مساء الخير سعادة السفيرة، وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. بداية، هل تحدثين عن أهمية العلاقات السياسية بين مملكة البحرين وبروناي دار السلام؟ إن زيارة صاحب الجلالة سلطان بروناي دار السلام لمملكة البحرين اليوم هو دليل على أن السياسة الخارجية للمملكة هي سياسة عريقة وقائمة على مبادئ وقيم نابعة من الهوية الوطنية والثقافة الإنسانية وتواصلها المتحضر مع العالم بمختلف ثقافاته وحضاراته المتنوعة، وذلك طبعا بفضل التوجيه السديد من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أرسى مبادئ السياسة الخارجية البحرينية بدبلوماسيتها المتقدمة لترسم تحالفات وشراكات سياسية ثابتة مع جميع دول العالم بشكل عام ومع الدول الآسيوية بشكل خاص. وكانت الزيارة الأولى لحضرة صاحب الجلالة لبروناي التي تعود إلى العام 2004 هي الزيارة التي وضعت أسس تنمية العلاقات المشتركة، وكانت سببا في الدخول في مشروعات ثنائية أسهمت وما زالت في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي. ولا شك بأن الزيارة الحالية ستفتح الباب إلى المزيد من التقارب للاستفادة من فرص التعاون العديدة المتاحة لمزيد من التنسيق والتوافق في الرؤى إزاء العديد من الملفات والقضايا التي ترتكز بطبيعة الحال على احترام المواثيق والأعراف الدولية. سعادة السفير فاطمة عبد الله الضاعن، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية، شكرا جزيلا لكِ.